هلو، يعطي يبدأ الفيديو مع الفيرولوجيكال. عندك فيرولوجي، فيرو يعني فيروس، أولوجي يعني دراسة. فهو شنو تاخذ هنا؟ تاخذ دراسة الفيروسات بس. زين، تنزل جوا الديفاين مالته. شنو تعريف الفيروس؟ أنا راح أقول لك شنو تعريف الفيروس. الفيروس تعريفه تقريبا هلقد. اوكي، راح تقول لي حسين وهاي الورقة كليتها؟ راح اقول لك يا عيني هاي الورقة راح ناخذها بعدين. فانت تاخذ بس التعريف مالته. اذا طلب التعريف تقول له بس هاي، مو هاي بس لحد هنا، يعني من البداية لحد الباراسايت، لحد هاي الباراسايت، يعني ارض انفكشن اوبتوين ذا انترسيلولار باراسايت، يعني هو طفيلي، كان طفيلي يدخل الخلية. زين، عندك هنا الفيروس. الفيروس هو صغير. اوكي، شنو الكونسيست مالته؟ شنو مكوناته؟ مكوناته جينوم، كابسيد، او انفلوب، لوبي دي ان اي، لوبي ار ان اي، ميثل سويه. الكابسيد شنو هو؟ هو بروتين كود، هو معطف بروتيني. تشوف هذا بالبنفسجي، هذا هو المعطف. عندك انفلوب، احتمال اكو انفولف واحتمال ماكو. اذا ما بينسمي نيكد يعني مصلخ، انفولف يعني لابس. عندك الفيرشن، شنو هاي؟ هاي البارتيكل فيروس انفكشن، يعني هي الجزيء اللي يسوي انفكشن، يسموه فيرشن. ننزل جوا، عندك الكاركتر، عندنا خصائص مالته. اول خاصيه انه هو فد نوب صغير، فيري سمول، اوكي، من 20 500 نانومتر. عندك التعريف مالته، انت سيجلر باراسايت. عندك ها لوبي دي ان اي، لو ار ان اي نوت بوت، يعني ما في ثنيات السريه. رابع نقطه انه هو دون كونتين اورجانيل، ما بي اي عضيات. ننزل جوا، ها داز ات افكت باي انتي بايوتيك، المضادات الحيويه نستخدمها للبكتيريا ما تنفع وياه. نستخدم هنا فيروس سنسيتيف تو انترفيرون، البكتيريا عندها انتي بايوتيك ما يفيد ويا الفيروس. الفيروس عنده انتروفيرين، الانتروفيرين يفيد ويا. هنا دونت كان نوت جروت ارتفيشال، يعني ما ينضج عن طريق الميديا، ما نزرعها احنا احنا نجيب خليه نعيش بيه. وين يعيش؟ يعيش مثل الطفيل، يعيش على راس خليه، ما يعيش شلون نسميه ميديا خاصه بيه، فهو مين مو بالجروت. عندك اكو فيروسات ليتن، كاز ليتن، ليت يعني متاخر، فاثرها يطلع متاخر. مثل شنو هو الاتش اي في؟ يقولون ابو الاتش اي في مو ينصاب، ما يبين عليه باول اشهر، يبين عليه ورا 10 سنوات تبين الاعراض مالته. عندك الفيروس كان نوت بي سين اندر ذا مايكروسكوب، ما نقدر نشوف الفيروس، بس نقدر نشوف وينه only by what electron microscope. هاي يجي فراغ، اختيار صح وغلط ايا كان. هنا الكاركتر هنا عاده يقول لك ما يقدر يصنع واحدة، يحتاج سيال هذا شريط. ننزل جوا general character، هم معيودات دي عيد لك بذاك ما له معنى. ننزل جوا عندك النوت، النوت شنو؟ يقول لك الريبليكيشن، الريبليكيشن او فيروس، استنساخ الفيروس، شي يؤدي لك؟ يؤدي لك الى مرض. اذا استنسخ يكون لك مرض، اذا ما استنسخ ما يكون لك مرض. عندك الفيروس كيل باي لايسيس، شلون يقتل الفيروس؟ شلون يقتل الفيروس الخلية؟ انه يسويها لايسيس، يعني تتفكك. زين، او يسوي لها ادابتوسيس، اذا تتذكر هو نورمال سيل كيل، يعني سيلف سيل ديث، يعني هي الخليه تقتل روحها. ف اما يفككها الخليه الفيروس، اما يفككها او هي تروح تقتل روحها. عندك هاي النقطه انه هو الفيروس عنده ability to شنو تو evolution، يعني انه يتطور. الفيروس عندك عنده قابلية انه يتطور. عندك الجينوم او النوكليك اسيد كاركتر، خصائص النوكليك اسيد مالتنا.
عندنا خمس خصائص. اول وحدة انه يكون لو عندك دي ان اي لو عندك ار ان اي. عندك الشيب يعني الشكل، الشكل شلون يكون؟ لو رينج، لو ستريت، لو سينجل، لو دبل ستراند، لو سيجمنت. لو يكون حلقة، شكل الخيط، الخيط مال دي ان اي شلون يصير؟ لو حلقة، لو خيط عدل، لو مفرد، لو جمع، لو زوج، لو يكون مقطع. عندنا المولكيولر ويف، شنو المولكيولر ويف؟ يعني الحجم مالتها، يعني سايز وديترمينر. اوكي، عندك الريبليكيشن ست، مكان الاستنساخ وين يصير؟ ياب اقول لك المكان مال استنساخ مال سانكوفي مال جيان وين صاير؟ اقول لك صف سانكوفي. هنا يجي يقول لك سايتوبلازما ونيكلوس. Present the transcriptase enzyme، يعني يقوم يظهر هذا الانزيم اللي يسوي transcriptase، يعني يقوم نسخ. هاي خمس نقاط لازم تعرفها. عندك basic virological structure، حلو. عندنا two main، اذا اقول لك main يعني رئيسي، اللي هو nucleic acid وال الكابسيد او البروتين شيلد، هذول رئيسيات. اما with or out يعني هذا مو رئيسي. العنصر الثالث هو الانفلوب. اوكي، هنا خريط تنزل جوا، هذا مخريط. عندك الكابسيد، الكابسيد هو شنو؟ بروتين كود. اوكي، بروتين كود شنو نسميه كابسيد. اوكي، من ايش متكون؟ من البروتومير. زين، البروتومير استيمولاشن اوف بنتا اور هيكسا. انا مش يكون لك البروتومير، يكون لك من هو كابسومير. اوكي، هذا يكون هذا شلون يجي؟ هذا يجي فراغات. اوكي، شي يحمي النوكليك اسيد او يحمي الحمض النووي مالته. تنزل جوا عندك الفاكشن، شنو وظيفته؟ عنده هاي الوظائف. الكابسيد احنا قلنا هو مثل كوت، الكوت شي يعطي شكل قوام، يعني give the shape of virus. عندك بروتكت ذا جينيتك ماتيريال، يعني يعطيك المواد الوراثيه او يحميك المواد الوراثيه. عندك يسوي لك اتاتشمنت، تقدر بس تقول لي بالاسود طخه هاي، يعني هو اللي يريده هذا. اكت از انتيجين، تقدر تقول نوكليك كابسايد، يعني تقدر تختصرها، ما تقدر تقولها كليتها، هذا الخريطه كله ما يصير تقولها، انت عليك انه بس تقول بالاسود. زين، عندك هنا الكابسيد شيب، ان هذا الصفحه ما عليك بيها. انزل جوا عندك هذول با. احنا كم ستراكشر عندنا؟ كم شكل للكابسيد عندنا؟ عندنا خمسة شكل. اول وحده نيكيد ايسكوسو هيردل، وين صار؟ ادينو فيروس وبيكو بيكونا فيروس. عندك نيكيد هيليكيز يعني حلقي. المهم هذول تيجي تعددهم، يعني كل واحد وكل فيروس هاي الى، مو شرط ان تاخذهم كليتهم، انما اذا تقدر تاخذ كل واحد فيروس منه كلش كافي. ننزل جوا على الانفلوب. اوكي، الغشاء. زين، قلنا لك ابو الانفلوب، وين ابو الانفلوب؟ انتم ابو الانفلوب شي يكون فيروس عادي، يعني surrounded by membrane. شون تعرفه؟ membrane surrounding the virus شن سمي envelope. اما no envelope شن سمي naked، يعني مصلخ ما بي غشاء، نسمي naked. بي نسمي membrane surrounding by virus، يعني غطي الفيروس. الليبيد هذا شون المكون مالته؟ يكون oxothromyoxy و paromyoxythro، هاي المكونين اثنين. زين، شي يكون sensitive to organic solvent، يعني يقدر يذوب بالإيثار وبالألكحول وبالها، يعني يكون يتفاعل ويا المكونات العضوية. عندك هنا ياب السبايك، شنو السبايك؟ قول له هو جيلكوليبيد and جيلكوبروتين. انتهى الأمر. السبايك هو جيلكوليبيد وجيلكوبروتين. من جاي؟ from envelope. حلو، ننزل على الليبيد. other component اللي هو الليبيد، الدهن. الدهن شنو هو؟ موجود وين؟ derived from cellular membrane of the host.
يعني جاي من خلية العائل، وكم في سبو ليبيد موجود منه كونه 50 و60. اوكي ومين جاي من الكوليسترول؟ اوكي ننزل على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات شلون صار اوليغوساترايد و لو يكون جيلكو بروتين لو جيلكو ليبيد، لحد هنا انت تكتفي، ما يحتاج لي تكتب لي هذا القيامة قابل انت تتنافس على واي اخي، لازم تكون متواضع. عندك شيب اون سايز سايز اوف فيروس، شلون شكل مالته؟ يكون سبيركل يعني مدور، وعندك رود يعني عصبي، عندك بوليت يعني مثل طلقة، وفق من هذول ما لهم معنى. عندك ها بركز لي الحجم الرينج مالتني يكون بين 20 إلى 500. اصغر فيروس اسمه البولو بولوي فيروس، اما يكون 20 حجمه 20. اما اللارجست يعني اكبر واحد يسموه بوكسي فيروس، القصة صار 400 نانو. اوكي ننزل جوا هذا نخريط خريط عندك النوت، هذا مهم احتمال يجي يابا من الحجم من اكبر واحد الى اصغر واحد. الفيروس اصغر مكون موجود، عندك البروتوزوا يكون اكبر من اليست من الخمائر، عندك البكتيريا المايكرو بلازما ما اعرف شنو، الريتيكيليا ما اعرف شنو، هذا ما اعرف شنو. عندك الفيروس يكون اصغر شيء، عليك انه تعددهم من الاصغر للكبير. هذا الجدول ما اعتقد كلش مهم انه واحد يحفظه، بس ما بيها شيء انه تعرف كم معلومة منه، بس انا ما احببه يعني ما ارغب له. عندك شنو هنا نيمو كالتشر يعني التسمية مالته با حبيبي. عندك الفاميلي، تشوف الفاميلي اوكي الفاميلي نخلي وياه فارديا، يعني مثلا عندك عائلة مال هيربيز نسميه هيربيز فاريا، عائلة الفاريا عائلة الهيربيز. الجينس بقى الفاميلي شن خلي فاريا، الجينس شن خلي فيروس، الجين فيروس، الفاميلي فاريا، انتهى الامر. عندك الكارك ها نيم، النيم فروم درايف يعني من جبنا الاسم، اسم مثلا يقول لك associated with disease جاي من اسم من مرض. اس الريبيز، الريبيز من جاي من الكلب، سعار مال الكلب. زين عندك جيوغرافيك لوكيشن، هذا مكان يعني جاي هذا الفيروس من مكان اسويست نيل، غرب النيل، هذا مرض مال غرب النيل يعني اجى، او هاي سيدني يعني منطقة جيوغرافيك يعني منطقة. عندك ساينس تيست يعني من عالم، ابيستيان كم هي ابيستيان. عندك بولر اللي هو عالم اسمه ابيستيان. عندك شنو ابيدمولوجيكال يعني من والله ما ادري شنو ابيدمولوجيكال، ها من سبتومس يعني سبتومس. عندك من اثر يعني، عندك انفلونس اوف اير اللي هي من الجو، فصار بي فلوانسا، هاي من الجو، جو يتغير راح يصير بي فلوانسا. عندك سيت اوف ذا بادي مكان بالجسم، مثلا الهيباتايتس الكبد، الادينو يعني الابدومينال فيروس من المعدة، وهكذا. كومبونيشن اللي هو صار اثنين يعني في لاين ليكوميا، هم في لاين وهم ليكوميا لوكيميا جاي من شاور. اوكي الفيديو صار طويل يا الله. عندك هنا كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن عن تصنيف. اوكي عندك فاريول جينوم بروبرتيز يعني خصائص الفيرول جينوم. عندك نوكليك تايب اوف نوكليك اسيد، لو دي ان اي لو ار ان اي يعني النوع مالتنا لو دي ان اي لو ار ان اي. عندك المولكيولر ويف الحجم مالته، الحجم مال الخليه يعني مثلا اكو 21 اذا تتذكر اصغر واحد، واحد كان 500 اكبر واحد. عندك ستراند اما تشوفه دبل او سينجل، لو واحد لو اثنين. عندك نوكليك اسيد شلون صار لاينيز اور سايكولر، لو يكون خط عدل لو يكون يعني مدور او زين. النمبر اون سايز اوف نوكليك اسيد لو يكون سيجمنتد يعني مقسم. زين عندك مينر اوف ريبليكيشن
المهم يكون مسؤول عن الريبليكيشن. ننزل جوا هذا خريط خريط خريط، ننزل جوا هنا خصائص الكابسيد. الكابسيد شنو كان؟ بروتين كوت، الغطاء البروتيني. زين عندك شو يكون هو؟ شيب سايز اوف بارتيكلز فيروس بارتيكل، يعني يكون هو من حجم، حجمه شكل، يعطي حجمه شكل للفيروس. وعندك يأثر بها من النمبر اوف كابسومير اللي هو كان يتكون من البروتومير اللي صنعه انكابسيد. وعندك تايب اوف سيمنتوري اوف نيكلوبروتين، يعني شلون يكون متناظر، يعني جهه اليمنى تشبه الجهه اليسرى. عندك present or absent the envelope. من يكون عندك envelope؟ لو عندك envelope لو ما عندك envelope. عندك present or absent the spike. يعني من انت ما عندك envelope راح يكون ما عندك spike. نرجع صورة بالزمن. وين الزمن هي تشوف الصورة. ابو envelope يكون بي spike. ابو بدون انفلوب النيكد يكون بدون سبايك. نرجع للصفحه مالتنا. وين كنا اي هذا. اوكي، هاي النقاط عليك ان تفهمها وتحفظها. ننزل جوا عند البيولوجيكال، الاشياء الحيويه. سبيسيفيك ابيليتي او تقدر تقول سنسيتيف، نفس الشيء اوف تو كيميكال اور فيزيكال، يعني الاشياء الكيميائيه والفيزيائيه تقدر تغير. هسه مثلا البي اتش والتمبرتشر فيزيائي يجي يغير لك الامور. عندك الديترجنت، يعني مثلا القاصر الزاهي، هاي شو تسوي؟ تاثر بالبيولوجيكا. عندك الهوست سبيسيفيكتي، يعني طبيعه الهوست مالتك. الهوست مالتك يحب حراره، انت لازم كفيروس تجي تتفاهم وياه. يابا يحب كارتون تجي له بالكارتون، يحب العاب تجي له بالالعاب، يحب سياسة تجي له بالسياسة. لازم تكون مرن. زين عندك المود، مود مال انتقال. اكو مثلا عندك الكورونا كان بالقحة، واحد يقح بوجهك انت صار بالكورونا. مثلا اكو بغير اماكن، يعني هواي متنوع. اكو بالدروبليت، بالعطس، اكو بالدم، مثلا بالايدز او بالاتش اي في اكو دم. يعني مثلا واحد شوية نيد الملوث وسحب من الدم وطلع مزي. عندك اورجن سبيسيفيتي، شلون صاير هذا؟ هذا يعني مثلا اوكي انت عندك فيروس مثلا مال رئة، يا بيرهم خلي بالمعدة. لا، مو احنا بنعمل على هدوم. عيني كل عضو الى فيروس معين يهاجمه، يعني ما يصير الفيروس مال كبد يجي يهاجم المعدة، لا هذا فيروس مال كبد يشتغل هناك. زين عندك التوكسينومي، اوفك من هاي السوالف. هنا خريط، تعال هنا هنا الشغل. عندك شلون ينقسم التوكسينومي؟ من الاوردر الى الفاميل الى السب فاميل الى الجينس الى سبيسيس الى سترين. هذا كله تيجي شو تسوي؟ كتبه، يعني بس من الاكبر للصغير، يعني من هنا تكتب وتنزل هيك. ها هنا عاد لك اياها، ما يحتاج نعيد احنا همينه. تنزل. ها عندك الماتشويشن، ياب ماتشويشن يعني شنو؟ يعني طفره. انت الطفره شلون يصير؟ lead to change in nucleotide sequence to produce a match. يعني شنو؟ لو ايرول in the copy of، يعني هاي تعريفيه. لو تقول هذا لو تقول هذا نفس الشيء. اكو فالطفرة دا تصير بالخلية، انه النوكلوتيدات ما تقدر تصير، ما ادري شلون مرعبة. او دبار بطاية وخصة. عندك rate maturated rate in RNA higher than DNA، يعني ال RNA يصير اعلى من ال DNA. اوكي ننزل جوا. ليش ال RNA اعلى من ال DNA؟ اوكي هذا سؤال جميل. للاسف لا عيني، لان هو ستراند واحد، وهمنا عنده اذا تتذكر الكربون رقم 2 ما به. المهم ده فلسفة زايدة ما له معنى.
عندك هنا جينيتيك ان ايفولويشن. اوكي يابا، انت الطفرة ليش دي تحدث؟ بهاي السبب هاي الاربع اشكال، يعني شنو فائدتها هاي الاربع اشياء؟ اول شي لوز ذا فارنس، تقلل من الانتشار، هاي وحدة. اثنين شنو؟ انكريز ذا ريس اوف برودكشن، يزداد الانتاجية عنده. عندك اكسبلين اوف نيتشر هوست رينج، يعني تبقى مدة طويلة بداخل خلية العائل. اوكي عندك شنو؟ التريت، وين التغير؟ اور تشينج اوف منو؟ راح هو يتغير بالهيمو اجلوتينيشن اكتيفيتي، اي خريط ما ادري شلونه، بس تقدر تكتب تشينج ان انتيبيوتيك ستراكشر، انتيجينيك ستراكشر لو مورفولوجيكال او ريزيست تو هيت، يعني هاي التغيرات. الطفره تساعد انه يتغير بشكل، وانه شنو همينه انه يزداد من انتاجيته، وانه يكون مده اللي يبقى عند العائل اطول، وانه همينه يقدر يغير شكل مال الانتيجين مالته، شكله ستراكشر مالته، على مود يقدر يكون ملاعب. هنا في الصورة جميلة تشرح لك الفرق بين الدريفت وبين الشيفت. بقى الدريفت شلون صار؟ نفسه، بس شنو؟ الانتيجين مالته تغير، فهذا الشي يسموه سمول موتيشن، هذا الشي طبيعي. بس اينما الشيفت هذا يكون لك سلالة جديدة، يعني عندك الاخضر تفاعل ويا البنفسجي، ويا الاصفر كون لي الوان، فهذا الشيء يسموه نيو سترين. حلو، ننزل جوا الفاريول ريكومبينيشن. شنو هذا الفاريول ريكومبينيشن؟ ما يعني اقول لك اياها، انه دي يصير تفاعل بين اثنين، هذا التفاعل بين اثنين دي يكون لك نيو جينيتك ماتيريال، يعني مثلا transfer of genetic material between enclosed right virus infected the same، يعني اثنين من الفيروسات تفاعلوا سوية، ايش كونوا لك؟ infected the same cell، يعني اثنين تفاعلوا من الفيروسات كونوا لي شيء يقدر يصيب هذا ال هذا الخلية. عندك فيروس دي ان اي، من الفيروسات الدي ان اي، عندك الشيب الطلي بوكس، هذا فيروس البوكس، هذا فيروس، وجوت الصخله، الصخله تفاعلت ويا الطلي، سووا لك نيو ريكومبونيشن وذ جين كونتين نيو جينتك انفورميشن، يعني كونوا لي شيء جديد، تفاعل هذا ويا هذا كونوا لي شيء جديد. زين بالار ان اي لا، هنا خطيط الخنزير البيج، ياب الانسان تفاعل ويا من؟ ويا البريت فلو فيروس، انفلونزا الطيور، ويا الانسان تفاعل، سووا له خطيه، صابوا الخنزير لا بيها لا عليها، صابوا بهذا الفيروس. زين عندك هنا alternation of information، تغير الجينات، معلومات الجينات او الاندماج، شي يسوي لك ثلاث حالات. نيجي بالحالة الاولى، عندك intramolecular recombination، يابا اكثريته وين يصير هذا intramolecular؟ يصير بالدي ان اي، هاي واحدة. اثنين شنو؟ اذا اجي اعرفه اقول لك re-establishment، مو establishment، establishment of covalent bond within nucleic acid، يعني هو يكون في التركيب يربط بين ال covalent point لل nucleic acid. وثاني شيء إذا تقرأ intra يعني يدخل بداخله، سنعطيك في المثال جميل هذا recombination. زين عندك دي ان اي مال هذا، وعندك دي ان اي مال هذا، اخضر باخضر، اخضر بنفسجي، اخضر وبنفسجي تفاعلوا، فصار انترومولكولار ريكومبونيشن، التفاعل صار داخل، يعني هذا تغير ويا هذا الدي ان اي ربط ويا هذا، فنسميه انترا. اوكي عندك هنا الكوبي تشويس، كوبي تشويس يعني استنساخ، وين يصير؟ ار ان اي
positive sense single strand يعني positive sense single strand وين يصير بالكورونا فيروسات الكورونا هنا عندنا منه لا والله ما عندنا عندك resorment resorment وين يصير randomly in segment اوكي يصير بشكل خاطئ وين بالسيجمنت ار ان اي يعني مين يكون بالدي ان اي كله يكون بمقطع من الار ان اي افتهم الفيلم مقطع سيجمنت اوف ار ان اي وين يصير اريثرومايكسي وانفلونزا وريو ريو دي جينيرو عندك فيروس نزل جوا ريسمنت بعد هنا هذا تفاعل ويا هذا صار اكو مقطعية تشوف اكو مقطعية تفاعلت مو كله صار تفاعل مقطعية تفاعلت اللي هاي بنفسجية هذا الريفورمنت وين يصير بالار ان اي اوكي هنا عندنا عندك هذا الكومبلمنت شنو هو فاكشن فاكشنال نون فاكشن هذا الفيروس مؤذي وهذا الفيروس مو مؤذي دي يقول لك يا بنت ليش ما تمشي على الدرب وتقوم تأذي فهذا قناعه انه يصير مؤذي فعلوا اثنيناتهم فكونوا لك فشي مؤذي يا سلام هذا يبدو الكلام الان عندك فينوتايبك ميكسد فيروس اي تفاعل ويا فيروس بي تكون لك بايوجين واحد وبايوجين اثنين هنا الفيروس اي عنده جينات اقوى لهذا ظل يظهر بالجيل الاخر هنا هذا خريط ننزل جوا عندك الفاكتورات شنو الفاكتور يابا انكوسهيدرال فيروس ليمت ذا سايت حلو بعد شنو الاشياء اللي اسلمت ذا ايفولوشن اوف فيروس شنو الاشياء اللي تقلل من تطور الفيروس اول شيء ليمت سايز انت تكتب له ليمت سايز هاي واحد من حجم الفيروس كبير انت برايك راح يقدر يتفاعل لا ما عنده هاي المرونه عندك بعد شنو ديبند اون ذا هوست ديكودينج ذا جينيتك انفورميشن يعني مثلا انت جاي عندك دي ان اي يشتغل وين بالكبد اوكي وهو انت بهذا المكان ده تيجي بالمعدة يابا مين يشتغل لان هذا الديكودين مالته الكودونات والجينات مالته مال هوست مال خلية اللي دا نصيبها مين يشتغل الفيروس مالتنا مين يفيد عندك الماتويشن شنو هو الطفرة اكو مرات طفرة تفيد انه يابا تفيد اكو طفرات يعني مرات ما تكون ضارة وكو الطفرات تكون ضارة فمرات يصرف الطفرة يكون ما تأثر يعني بعد زين عندك هاي النقطة اني ما افتهمتها وحاول تحكي العالم ما افتهمتها عوفك منها عندك هاي النقطة الخامسة الفيروس الانتحاري يابا هذا الفيروس شو يسوي فيروس كيل ذا هوست وبعدين يقتل روحه يابا شبيك بك اكتئاب والله ما ادري يا اصلا قتل روحه عندك الديفكت اخذ هذا السطر بس اللي هو شنو جينوم لاك اوف سبيسيفيك جين يعني شنو يعني يابا انه انا عندي نقص الديفكت يعني نقص انا عندي نقص بالجين مالتي فما اقدر اكمل انه يخرط لي انا ما علي بيه عندك فيرويد شنو هذا الفيروس صاير بس بالاس اس اس راح تقول لي شنو يعني اس اس راح اقول لك single strand RNA شلون يصير without protein coat or envelope يعني لا عنده coat ولا عنده envelope يعني مخلص ما عنده اي شيء عندك شنو الكاز مالته وين يصير disease in the plant يصير بالبلانت يعني بالنبات ما يصير بالانسان الايكو كانت كايدي مالي المهم هذا اسمه اسم المرض اعتقد هنا عندك الفيروديس شو يصير هذا الفيروديس ساتلايت ار ان اي يسموه بعد شنو ها عندك لو مولكولار ويف يعني يكون حجمه صغير بعد ايش ناخذ ها عندك شنو ريزيستنس تو هيت يتحمل حراره بعد ايش ناخذ الترا يو في هم يتحمل الالترا يو في والايون راديويشن هاي اما البقيه خريب انزل جوا عندك سيودو فاريوشن عندك ريبليكيت وين ذا هوست
is for fragment يعني من تتفكك الهوست مو الخلية، الخلية الدي ان اي مالتها او الجينوم مالتها راح يتفكك، مو يتفكك فهذا سميه سيودو فايرو. عم هذا خريط ماله يعني تنزل جوا على الميني فايرويد. اوكي فايرويد از فاميلي اوف والله ما ادري خريط كلش خريط ما له معنى كاتبه هنا. المهم اخذ الشيب مالته واخذ اللاك اوف انفلوب وهو شنو دبل ستراند دي ان اي. الان راح اخذه بعد هو بكيفه. عندك اخير شيء وليس اخرا عندك الله ما اعرف ايش عنده. نسبة لهذا هاي بقى هو شي يسوي scrap of sheep and bavo sponge form و the brain large vascular in the cortex and serial يعني يسوي مشكلة بالدماغ يسوي sponge form يعني مشكلة بالدماغ يسوي والله ما اعرف شنو هو بس بعد اضطرينا انه ننشره يا ولد باي.